السلام عليكم. النهارده هنتكلم ان شاء الله على الايزو 19650، وده صدر منه جزئين، الجزء الاول والثاني صدروا في 2018، والاجزاء اللي جايه هتصدر قريب ان شاء الله، لان هو الفكره كلها ان هو بدا ياخد الكود البريطاني ويعدل بعض التعديلات، يغير الوان اشكال، هو نفس الكود. طيب كلمه ايزو ده ستاندرد موجود، المركز بتاعها موجود في سويسرا، وهو عباره عن شويه معايير. تمام، هل هي خاصه بالبيم او خاصه بقطاع الانشاءات؟ لا، هتلاقي كل حاجه، هتلاقي حاجات خاصه بالحاجات الاغذيه وحاجات خاصه بخدمه ما بعد البيع وكده. بيجي مثلا خدمه ما بعد البيع يقول لك والله انا عندي نقط معينه، لو اتحققت عندك هتبقى واخد ما بعد البيع، زي ان يبقى في رقم مخصص للشكاوى، ان انت بتستجيب للناس بسرعه، الحاجات دي كلها لو حققتها بتاخد اشهاد. ده نفس فكره الايزو 10650، يعني هو بيجي يقعد معاك في المكتب يتاكد ان انت مطبق الكود مظبوط، لو مظبوط خلاص بيديك الشهاده. يعني في بعض الحاجات معينه بيركز عليها وهنبدا نشوفها ونركز عليها في الكود، هو الموضوع سهل وبسيط. هل هو اجباري؟ لا مش اجباري، يعني ده مش كود تبع دوله فلازم يكون اجباري. بس امتى يكون اجباري؟ في بعض المشاريع يقول لك اللي هيقدم على المشروع لازم يكون واخد كود الفلاني. مش بتكلم عن كود ايسو 10650 لان ده لسه نازل جديد، بتكلم عموما ان ممكن بعد قريب يبقى اجباري ايسو 10650. في بعض المشاريع بيبقى شرط حاجات معينه، مثلا في الايزو خاصه مثلا بالكواليتي، خاصه بسبلاي تشين، خاصه بحاجات ديت. طيب نبدا بقى بالكود، هو قريب من البريطاني، يعني اللي مذاكر البريطاني هيلاقي اختلافات بسيطه ومغيرين بعض الاسماء، يعني بدل كلمه مثلا المالك بدات حاجه تانية، بس هو في نفس الاطار وكده. تمام، طيب نسمي الله كده، ده مقدمه وتعريف بالكود. السكوب بتاع الكود ان هو هيتكلم على موضوع البيم، وطبعا في مفروض 5 اكواد طلع منهم 2، والثلاث التانيين هيطلعوا قريب ما فيهمش مشاكل ان شاء الله، يعني شبه جاهزين. هنا بيتكلم على بعض المصطلحات، يعني بيقول لك مثلا ايه اكتر، هو الثاني كان مسماه امبلوير اللي هو المالك، فهو بيقول لك التعريف المره دي احنا هنغير الاسم بس على اساس ايه ما تحسوش ان احنا ما تعبناش، احنا غيرنا الاسامي. بيبدأ يديك بعض التعريفات، ايه هو الكلاينت، الكلاينت هو الاكتر، ما فيش الدليفري تيم، الفريق اللي هيسلم الحاجات، التاسك تيم، الاسيت، الاصول، اللايف سايكل، دوره حياه المشروع، وهكذا. بيبدا يديك بعض التعريفات، انفورميشن ريكويرمنت، المعلومات المطلوبه، الاو اي ار هنتكلم عنها في وقتها، الاي اي ار وهكذا، هنجيلهم كومن داتا انفايرمنت سي دي اي. تقريبا اغلب المصطلحات دي كانت موجوده بالنص في الكود البريطاني BSF 192 الجزء الاول والثاني. هو بيتكلم بقى ان في المعلومات، في معلومات الخاصه بالستاندرد موجوده في الشغل بتاع البيم، في تكنولوجي لاير، في انفورميشن لاير، في بيزنس لاير. هنا بيتكلم على اهم المعلومات، طبعا اغلب الناس بتبدا بالاي اي ار. اي اي ار يقول لك تقعد مع المالك وتاخد منه المعلومات او الحاجات اللي هو عايز ينفذها في المشروع. طيب ممكن المالك يطلب حاجات ما تنفعش غير مطابقه مثلا للبلديه او حاجه زي كده، فعشان كده لازم اول حاجه اشوفها الاو اي ار اللي هي متطلبات المنظمات اللي موجوده، سواء مثلا حاجه حكوميه، حاجه خاصه بالمنطقه اللي هيبني فيها. ممكن تقول لا، ما هو مثلا الاو اي ار بيقول لك ما تبنيش اكتر من 3 ادوار والمالك عايز 10 ادوار، فتقول لا انا ما عنديش الامكانيات كده. وبعد كده الاي اي ار اللي هي متطلبات الاسيت انفورميشن ريكويرمنت، اللي هو الراجل اللي هيشغل المبنى بيبقى ليه متطلبات، فباخد المعلومات دي وبكتبها واتاكد ان الاي اي ار مش طالب حاجه عكسيه، والا هقول لا ده في تضارب، تعالى نقعد نشوف الحاجات دي. وبعد كده بعد ما نخلص الشغل ونسلم والحاجات دي كلها، بيبقى عندي اسيت انفورميشن موديل. اسيت انفورميشن موديل ده غير البيم انفورميشن موديل، ده بعد ما خلصنا بنا الاي اي ام، ده بعد ما خلصنا بنا ده الاسيت انفورميشن موديل، دي المعلومات اللي بعد ما يخلص المشروع يخلص بيم اسلمها له، اللي هو الاسيت انفورميشن موديل. ده في حاجه بقى اي اي ار، ده اللي احنا قلنا المتطلبات، هو عايز ايه، الراجل الفاسيلتي مانجمنت هيبقى محتاج ايه عشان يشغل المشروع بتاعه. الرسمه ديت برضو كانت موجوده في الكود، هو عباره عن الجزء ده في تفصيله معينه كده، ان هنا بنبدا نبدل المعلومات في الدليفري فيسز،
وبعد ما نخلص الشغل بنبدأ نسلم للـ AIM اللي هو الـ Asset Information Model، ولو في حاجة ممكن برضو يبعتها لنا نعمل عليها updated. دي حاجات خاصة بتبادل المعلومات بشوية. دي الأماكن الحاجات اللي هما بيركزوا عليها، احنا هنركز على بعض النقط اللي هما في اهتمام بيها. من أهم النقط اللي بيركز عليها لأنها حاجة عملية Common Data Environment، اللي هو عبارة عن ايه؟ إن أنت تكون المعلومات عندك في نظام معين. إن أنا عندي 4 فولدرات زي ما تشوف دلوقتي، الـ Work in Progress ده بيبقى أنت شغال هنا، كل شغلك هنا. يعني لو انت بتعدل في الموديل لازم تعدل على الورك ان بروجريس، لما بتخلص تعديل بتحطه على الشيرد بحيث بقيه الاقسام تسحب لينكات منك من الشيرد. يعني انا لو موجود ده المعماري بسحب اللينكات بتاعتي من الشيرد، ما بسحبش من الانشائي اللي موجود معايا في الورك ان بروجريس، وشخص معين هو اللي مسؤول ان هو ينقل المعلومات للشيرد، وفي شخص اخر او ممكن يكون نفس الشخص بيراجع الحاجات ويسمح انها تطلع بره للمالك وتطلع بره للشركات اللي شغاله معاه في نفس المشروع. وكل فترة بنعمل أركايف، بنعمل حفظ للمعلومات بحيث لو حد عايز يعرف هيستوري المشروع يقدر يرجع له بسهولة. دي أهم الحاجات اللي هو بيركز عليها إن أنا أكون عاملها. طيب هنا الصورة ديت بيقول لك إيه؟ إن أنا هنا أول حاجة إن أنا بقعد مع الملك أعرف منه عايز إيه قبل ما أقدم العقد بتاعي، وبعد كده لما بنتفق بنقدم العقد، وبعد كده بنعمل تواريخ للتسليمات. بقول بس كل تسليمه تبقى كذا، وبعد كل تسليمه كل ستيجز بنقعد مع بعض ونتاكد التسليمه دي موافقه للملك ولا لا. فممكن يقول لك اوكي اديني ضوء اخضر ان انا اتنقل اللي بعديها واحط تفاصيل اكتر، او يقول لي لا ضوء احمر راجع الشغل بتاعك ورجعه، او اعمل له ريفيو، او اعمل له ريسميت. لو وافق عليه هناخد ضوء اخضر، لو ضوء احمر يبقى حد تاني هيكمل المشروع. ده هنا مثلا بيتكلم على مثلا انت زي ما تقول واخد زي سيكشن، فبتبدا تقسم قبل ما تبدا المشروع كل حاجه تمشي فين. ده مثلا هنا الترين القطر اهوت اللي هو رقم 3، هنا تمشي الميه، الصرف، الكهرباء، الحاجات دي كلها، بحيث ما مش كل واحد شغال في مزاجه. وبعد كده في اخر المشروع يقول لك البيم كوردينيشن او البيم كوردينيتور خش حل المعجنه دي. لا، لازم كل حاجه نبقى محددينها من قبل ما نبدا في المشروع، ومحددين هنشتغل ازاي، ومحددين اصلا الموديل المعماري هيبقى فيه ايه. هل الموديل المعماري هيتقسم لتلاتة موديل، ولا هيتقسم لموديل واحد، ولا خمسة ستة؟ كل الحاجات دي لازم نكون متفقين عليها ومقسمين الشغل. بس هو ده فكرة الكود. هنخش بقى في الجزء التاني.